ولكن بفضل الله عز وجل نحن نعلم ايضا الكثير، وليس القران والدين حكرا على مؤسسه الازهر الشريف. تفضل تفضل الشيخ. اخي الكريم، اولا هؤلاء المتسلفون الذين اخترعوا دينا جديدا يخالف ما عليه صحيح الاسلام واخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم خوارج الزمان، فقال فيما صح عنه سيخرج في اواخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يمرون مروق السهم من الرميه، تاخرون صلاتكم الى صلاته وصيامكم الى صيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم. فقال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا، قال من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا، قال ما أصنع إن أدركني ذلك، قال عليك بإمام المسلمين وبجماعتهم، قلت إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال اعتزل تلك الفرق ولأن تعبت على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعروف أن المتسلف بفصائلها الدعوية والحركية والتدميرية التي فرقت جماعات العنف الفكري وجماعات العنف المسلح لا تحمل ودا لأهل القبلة، يكفرون الإخوان فتاوى وأقوال علماء المسلمين في جماعة الإخوان المسلمين، يذكر لنا بس اسم واحد سلفي في الإسكندرية. يا شيخنا لو سمحت، وهؤلاء يكفرون الأزهر الشريف ويقولون عن الأزهر أن عقيدته أشعرية.